هذه امرأة من أفريقيا تقول إن أباها يذهب إلى السحرة ويتعامل معهم. سؤالها: هل يصح أن يكون وليا لي في عقد النكاح؟ وهذا يحتاج إلى إثبات، وهذا طريقه المحكمة الشرعية إن كان هناك محكمة شرعية، أو مركز الإسلامي إذا كان ما فيه محكمة إسلامية يذهب إليها وهي تنظر في موضوع هذا الأب. نعم.